سؤال، هل علي ما اهتدى بأحد في زمن النبي؟ كثيرا أهل اليمن إذا جد كثير يعني نعم يا شيخ. علي هل علي بن أبي طالب هادي بعد موته؟ إيه نعم نعم هذه مستمرة. إلا هل علي بن أبي طالب إمام بعد موته؟ هل علي إمام بعد موته؟ إيه نعم نعم إما نعم. إذا يا أيها الناس، يا أيها الإخوة، هذا الرجل لا يفرق. لما نقول إذا علي من هو الهادي في زمن النبي؟ من هو؟ هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعد موت النبي من الهادي؟ كيف؟ بعد موت النبي من الهادي؟ من الهادي؟ هو تبقى هذه آية قرآنية. أنا أسألك سؤال، بعد موت النبي من هو الهادي؟ من؟ هل علي بن أبي طالب أيضا؟ نعم مستمر إلى يوم القيامة. نعم علي بن أبي طالب. إذا جميل، شوفوا علي بن أبي طالب عنده يهدي بعد موته، أما النبي لا يهدي بعد موته، لأني سألت من هو الذي كان هادي في زمن النبي؟ قال النبي. بعد موت النبي لا، النبي لم يعد هاديا، نحتاج إلى هادي آخر وهو علي بن أبي طالب. سؤال، بعد موت النبي من هو الهادي؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. هل علي يهدي بعد موته؟ إيه هدى. الهداية لمن؟ آه جميل. هل النبي يهدي بعد موته؟ ومن الله سبحانه وتعالى يهدي. هل النبي يهدي بعد موته؟ النبي النبي يهدي بعد موته؟ يهدي بعد موته؟ إيه نعم يهدي. نعم طيب أروح له بقى، أروح له يفسر لنا شيخ خالد. طيب شكرا. يعني لما سألته رسول الله هادي بعد النبي؟ قال علي، ثم الآن استدرك وقال النبي يهدي بعد موته. شكرا يا شيخ خالد. الآن هو قال أنني أنا أنكر أن النبي هادي بعد موته. أنا أسألك سؤال، هل النبي هادي بعد موته؟ تفضل. نعم نعم نفس رسول الله. هل تكفي هداية النبي بعد موته؟ الصفحة القرآنية شيخ خالد مو على وجهك بالدليل. الصفحة القرآنية لا تحاول تعرف أنفسنا وأنفسكم. لا تأخذ وقتي، لا تأخذ وقتي. هل تكفي هداية النبي أم لا بد من شخص آخر يهدي؟ رسول الله وكل الأنبياء والمرسلين هادين. هل تكفي هداية النبي أم لابد من شخص آخر يهدي؟ ما كنتم مركبكم هذا الدين شيخ خالد، مو هذا الدين. لا شوف الدين مو هكذا يا شيخ، يا شيخ يا شيخ. ذهبت للرسول، ذهبت للرسول، هل القرآن الكريم، هل القرآن الكريم اهتديت مع سنة الأرسطاء يا شيخ؟ بس خليه بعد إذنك يا شيخ، ما أدري كامل الوقت. تفضل يا شيخ. يا سبهد سبهد عشان أصب تتداخل، المشاهد ما هو سامع. يا أنت ما كنت ممكن. أنا أتكلم دلوقتي الرسول. يا سبهد لي، يا سبهد يا شيخ بهد لي نقطة نظام بعد إذنك، المشاهد مش سامع. تفضل يا شيخ خالد. الآن السؤال، هل القرآن الكريم والسنة النبوية تصلح للهداية بدون وجود إمام معصوم بعد النبي؟ لا لا خلاص انتهى، انتهى الموضوع. اذا انتهى الموضوع، هو يقول القران والسنه لا هدايه. اذا هو ابطل هدايه النبي بعد موته. اذا النبي عليه الصلاه والسلام ليس هاديا بعد موته، لازم من شخص هو الذي يهدي الامه بعد النبي محمد. اذا انت الذي ابطلت هدايه النبي بعد موته، ليس انا، وانما انا اخرج كلامكم للناس وابين الناس ما يتضمنوا كلامكم. اذا السؤال، هل علي بن ابي طالب هادي بعد موته؟ كذلك رسول الله صلى الله عليه واله. الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان ما يوجد امام معصوم، هل يكون هاديا بعد موته؟ إيه هذا نص من رسول الله. إيه لحظة 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 ركز ركز أنا قلت لك لا تجلس على العرش. لحظة 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 احترم مقام النبوة. لا تجلس على العرش يشير رسول الله طبعا وحيث ما تشاء. ركز على السؤال، ركز على السؤال. اسمع بس، اسمع بس يا سبب. هل إذا لم يوجد معصوم بعد النبي، هل يكون النبي هاديا بعد موته؟ إيه نعم هاديا. نعم إذا أنت لقدت قولك الأول، لأني لما سألتك هل القرآن والسنة هاديا بعد النبي، إذا يصلح كتاب هداية بدون وجود معصوم، قلت لا. والآن سألتك هل النبي هادي بعد موته إذا لم يوجد معصوم، قلت نعم. طيب إيش التناقض هذا؟ شيء غريب جدا. السؤال الآن، هل القرآن والسنة هما كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم بعد النبي أم لا؟ تفضل. تفضل بدلي. الآن يقول سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله، لا يعلم أن السنة التي أتت عنده يا شيخ بهادي. لا شيخ بهادي ده وقت الشيخ خالد الوصادي، هو بيسألك بيكرر عليك نفس السؤال، هل القرآن والسنة كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم بعد النبي؟ شيخ بهادي كيف؟ هل القرآن والسنة كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم بعد النبي؟ وما تقولش بكيفك ومش بكيفك. لا انا شنو ما اقولش، انت ما تقولني ما لا اقول، ما جاي انا سألك سؤال، هل القرآن والسنة كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم بعد النبي؟ أمام الجميع، هذا هنا موجود بث في التيك توك، والآن بث في اليوتيوب. يا عمي أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ وأنا أولتك إيه؟ أنا أولتك إيه؟ ما أريد إعلان. يا عمي وأنا أولتك إيه؟ أنا أولتك إيه؟ أنا أولتك إيه؟ أنا بقول لك السؤال اللي طرح عليك الشيخ خالد، بقول لك هل القرآن والسنة كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم بعد النبي؟ وما تقولش مش بكيفك. الكاميرا تسجل. يا عم ما احنا عارفين ان انت قاعد قدام بتوع تيك توك والكلام ده. انا بقول لك السؤال بتاع الشيخ خالد، هل القرآن والسنة كتاب هداية اذا لم يوجد معصوم بعد النبي؟ من اللي يطبقهم؟ قل لي كتاب هداية ولا ما هو كتاب هداية، خلصنا ريحنا. لا الكتاب القرآن والسنة. ايوه اذا لم
يوجد المعصوم المحافظ على تفاصيل هذه السنة. الدليل، الدليل فيكم من يمسح، فيكم من ما هو راضي يتعرف الذي نازع سكرات الموت. انتك يا رجل، هل القرآن والسنة كتاب هداية أم غير كتاب هداية؟ إذا لم يجد معصوم ادعونا على حق. فأي سنة، أي سنة أنت اللي إجت بعد 120 سنة؟ يا شيخ مهدلي، شيخ مهدلي، يا شيخ مهدلي، يعني أفهم من ده إن هو كتاب هداية إذا لم يوجد معصوم، صح كده؟ ياهو، القرآن والسنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة لابد لها شنو؟ محافظون عليها. يعني لابد لها. إذا أنا أجد هؤلاء المعصومين تكون كتاب السنة كتاب الله وعترتي، هذه من سنة رسول الله أقواله وأفعاله وتكبيراته. شكرا يا شيخ، خلينا نروح له، خلينا نروح له. يا شيخ بهادلي، إذا لم يوجد هذا المعصوم، إذا لم يوجد هذا المعصوم، القرآن والسنة هيبقوا كتاب هداية ولا لا؟ لا، كيف يكون كتاب هداية؟ واسألوا أهل الذكر. أيوة، إذا النبي ليس هاديا بعد موته إلا بيوجد المعصوم. طيب، إذا أفضل هداية. طيب، شكرا يا شيخ خالد، شكرا يا شيخ خالد.